رئاسة الجمهورية أعلنت اليوم على لسان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة لمدة يومين إلى القاهرة، متوقع أن ولي العهد يصل خلال ساعات. هناك اهتمام غير عادي من الدولة المصرية، من المؤسسات المصرية، من الشعب المصري بزيارة محمد بن سلمان الآن. وخلينا نقول لحضراتكم بصراحة ليه وعلى المفتشر. محمد بن سلمان في العادي يمثل آل سعود ويمثل السعودية ويمثل الشعب السعودي ويمثل التاريخ السعودي ويمثل العلاقات المصرية السعودية ويمثل مواقف كثيرة جدا في تاريخ العلاقات المصرية السعودية جميعنا لا ينساها ولن ينساها، ودائما ما يمثل ترحاب الشعب المصري لأي مسؤول سعودي هو ترحاب لكل هذه المواقف، لكل هذا التاريخ. لكن في هذه الزيارة الترحاب موجود لكل هذه المواقف، لكن الترحاب بشخص محمد بن سلمان هو المقصود في هذه الزيارة. نعم، احنا بنقول للعالم كله أن محمد بن سلمان والقيادة السعودية الشابة، قيادة التنوير في المملكة، مرحب بها تماما في هذا التوقيت في نوفمبر 2018 في جمهورية مصر العربية. محمد بن سلمان لا يأتي إلى مصر ضيفا، لكنه يأتي إلى مصر الحليف. محمد بن سلمان لا يقف على قدم واحدة، بل يقف على قدمين ثابتتين. الكلام ده بيخرج من مصر الرسمية ومصر الشعبية، ودي رسالة للقاصي والداني. ما احناش بنرحب بمحمد بن سلمان باعتباره ولي العهد السعودي فقط، نحن نرحب بشخصه، والرسالة واضحة وصريحة عشان الجميع يفهم. هذه العائلة وهذا الشعب له في نفس الشعب المصري مكانة خاصة، ونقف معهم في السراء قبل الضراء وفي الضراء قبل السراء كما وقفوا معنا. وإذا وهم البعض أو توهم البعض أنه يستطيع أن يتصيد بعض المواقف للنيل من الشخصيات السعودية، فالموضوع مكشوف تماما شعبيا ورسميا هنا في مصر، شعبيا ورسميا. يعني الموقف الدولة المصرية ما هوش مثلا أن رئيس الدولة اجتمع بالحكومة فقرروا، أبدا. رئيس الدولة يعبر عن رغبة الشعب المصري، يعبر عن إرادة حقيقية داخل الشعب المصري. رئيس الدولة نفسه أكثر من مرة أكد على المواقف السعودية، أكد على استقباله بشخصه في المطار ولي العهد، ودي إشارة كبيرة جدا. كيف يلتقيه؟ كيف يجتمع معه؟ بروتوكوليا كيف يعامل ولي العهد السعودي هنا في مصر؟ الآن في نوفمبر 2018 هي رسالة للجميع، للعالم، للمجتمع الدولي، للوطن العربي، للمنطقة الإقليمية، لكل أعداء المملكة العربية السعودية، لإيران، لكل الناس، أن المملكة العربية السعودية ومصر ما لن تجدوهم إلا معا، كما قال رئيس الدولة، لن تجدونا إلا معا. والمساس بالقيادات السعودية من قريب أو من بعيد، بصراحة أو بالتلميح، مصر تعلم تماما وتعي، وأيضا المثقفين المصريين ومتخذي القرار في مصر يعلموا تماما أن هذه الزيارة المنوط بها والدور والواجب اللي احنا هنقوم به تجاه محمد بن سلمان هو الترحيب التام والتأكيد على أن محمد بن سلمان لا يمثل شخصه وإنما يمثل المملكة العربية مجتمعة.